السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم على سيرفر موديل فيور. هندخل هنا في السيتنج، هلاقي عندي فوت برينت. دي المعلومات اللي هي بتظهر على اللوحة زي الجريد، زي معلومات عن السبيس انفو. دلوقتي ممكن تظهر المعلومات او تخفيها، تمام؟ ولو اظهرتها تقدر تقول له ارتفاع التكست كام، لونه ايه. ممكن تشوف كذا خانة موجودة، مثلا النيم، النمبر. اقدر اضيف خانة تالتة واقول له مثلا عايز الادرس، او عايز الفاير ريتنج، او عايز ديسكريبشن، او معلومات من اللوكيشن، او معلومات من الحصر، او معلومات من السبيس باوندري اريا. تقدر تشوف اي معلومه انت عايز تضيفها وتحطها. بعد كده الجريد، اللون التكست ولون اللاين والسمك بتاعه قد ايه، الخطوط لو اي خطوط مرسومه، لو في حاجات لوحه موجوده 2D. طيب خلينا نشوف الموضوع ده عملي ريسنت. خلينا نفتح اي لوحه وليكن مثلا الجراوند. فتحنا مثلا بالشكل دوت. خلينا نفتح حاجة تانية على سبيل المثال، ازاي اقفل اللوحة وافتح حاجة تانية. اقول له مثلا عايز الاوفيس بيلدينج. هو بيفتح اهوت الملف اللي هو الاي اف سي اهوت. تقدر تقول له من هنا انا عايز اشوف الفوت برينت كومبوننت، فيبدأ يظهر لي الحاجات اللي اقدر اتحكم فيها. زي ما انت شايف بيبدأ يظهر لي او يخفي لي الحاجات ال 2D، تمام؟ بالشكل دوت. هنا في كل لوحة في حاجات 2D بيبدأ يظهر فيها. هنا الجريد لو في جريد بيبدأ يظهره، وهنا اسامي السبيس لو في سبيس موجودة بيبدأ يظهر. خلينا نشوف ملف آخر يكون فيه الموضوع دوت، وليكن مثلا الجراوند فلور. بالشكل دوت. تعالى بقى نشوف هل في جريد ولا لا. الجريد هوت بيبدأ يظهر ويختفي، تمام؟ هنا مكتوب اهو اسم السبيس ورقمه، اقدر تخفيه من هنا، تمام؟ الحاجات التو دي زي ديت اقدر برضه اقول له اخفيها لي من الدروينج. شو هايد كومبوننت فوت برينت، دي الدروينج. القصد ان الحاجات دي بقدر اتحكم اخفيها او اظهرها بحيث اسهل على نفس الشغل. يعني لو انا محتاج جريد اظهرها، لو انا خلاص مش محتاجها بخفيها.